Radio Pepiski. زيدون بالعربي، مرحبا بك على راديو باب جديد. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي راديو باب جديد. زيدون، بالطبيعة احنا نعرفوك قريب للكلوب، من الناس المعروفة القريبة للجمعية برشا. تويك زيدون مع الموفما سوسيوس، نحبوك تفسر لنا شنو يقع معناتها البوزيسيون نتاعك مع الموفما سوسيوس بالضبط، ونحبوا نحكيوا معاك شويه كونسيرنون لورغانيزم هذايا اللي هو وليد جديد وناس كل مستبشره فيه خير، وعامل بوليميك كبيره تويكا ما بين جماهير النادي الافريقي. بارك الله فيك. حد استضافه و بصنا نحكي شويه على سوسيوس. هي كانت من الأول فكرة، كانت ما كانش سوسيوس، كانت موفما كلوبيست. لقينا الكلوبيستية لهنا اللي في باريس، عنا كلوبيستية في بلجيكا، في إيطاليا، في السويد، في ألمانيا، في الدنمارك، عنا في السعودية، في قطر، أخواتنا في قطر الخالية أصحابنا برشا. كنا نعمل موفما سوسيوس، كنا نعمل موفما كلوبيست قبل سوسيوس، قبل فكرة سوسيوس. في شنو صار في وسط السيزون، وقلنا هذه موفما إذا نكبرها، إذا نعمل حاجة معناتها كلير على الأخر اللي تلم الناس الكل. دونك جت فكرة السوسيوس، عملنا فيزيو مع أصحابنا وأخواتنا من فيديليز زادة. دونك عملنا فيزيو مع بعضنا وخرجنا المولود الجديد اللي سميناه موفما سوسيوس. دونك الفكرة عندها 7 أشهر. لونسمون اوفيسيال صارت نهار 16 جوان. ولا هذا هو، قلنا علاش ما نلموش الناس الكل، العالم الكل، حتى في تونس الناس الكل تحت مشروع واحد. يزينا من كل واحد يعمل مشروع، يزينا من كل واحد يعطل مشروع الاخر، هاو مشروع الناس الكل تخدم عليه، واللي يحب يعطل مشروع هذيك حاجه موضوع يخصه هو، ما يخصناش احنا اكيد. واضح. كونسيرنو المشروع هذايا، تنجمش تحكي لنا شويه على ليدي جينيرال نتاع الموفما سوسيوس، كيفاش باش تكون طريقه العمل نتاعكم، شنو هي الاهداف الاساسيه نتاع موفما سوسيوس، باش نعطيو اناره للراي العام، خاطر حس ما فهمنا اللي فما برشا عباد ماهيش فاهمه اكزاكتومون الفكره نتاعكم. باهي، واضح. فسر سوسيوس، انسيو السوسيوس نتاع السيرفس، هي براتيكمون كيف اما بطريقه اخرى. في الكلوب السوسيوس هي باش تلم الناس الكل، كلوب ستاي موجودين في العالم الكل حتى في تونس، انه يكونوا تحت منظمه واحده تسميوها السوسيوس، يدعموا صندوق واحد، الناس الكل تعطي دون في مشروع واحد، يلم الناس الكل. السوسيوس مبدئيا بدينا برا طريقة سهلة برشا. اليوم احنا سوسيوس، موفمان سوسيوس كلوبيست، احنا جماعية معترف بها من السلطات الفرنسوية، خلينا بتأشيرة اوفيسيال معناتها قلت البارونتيز مثال احنا وباريس سان جيرمان كيف زوج جمعيات وما عرفت نفرق ديك، احنا ما عندناش دونك ولا دونك احنا معترف بينا قانونيا، عندنا الستاتيو تاعنا، عندنا الكونت اوفيسيال تاعنا، كونت كورون نقص البنك، الكود فيسكال، توسكي يتعلق في قانون فرنسا، احنا اون ريغل هنا جمعية معترف به. علاش بدينا في فرنسا؟ سؤال يتسأل. فرنسا كما قلنا لي بروسيدور كانوا سهلين على الاخر، احنا في 20 يوم عملنا كل شيء. من بعد قلنا نبداو اللي برا، ومن طبعا نخدموا عندنا بليزيور ايكيب بداو يخدموا على تونس. حبينا نعملوا لونسمون في فرنسا وتونس مع بعضهم. طبعا نجيك من بعد كم تستني على تونس، طبعا نجيك على جوستمون كان ثم تشجي دونك عملنا فرنسا ولمينا الناس وعملنا لونسمون اوفيسيال. فسرنا للناس اللي ما فهمتش، نجم نفسر فيها على الاخر. باهي، باش نحكي على الناس اللي برا. الناس اللي برا عملنا ديزانجينيور، عملوا لنا ابليكاسيون، وعملوا لنا كارتا تال على الاخر، انك تدخل تسجل في السيت تاع الموفما، السيت ان شاء الله يحضر بيانتو لو 30 جوان يبدا حاضر، نبدا لونسمون اوفيسيال ان شاء الله تاع الكوار في 3 جيرون. فوالا، دونك فما كارتا،
كانك باش تعمل كوب فيسبوك. انا نتصور الناس كل توا في العالم اي انسان ينجم يعمل كوب فيسبوك. صحيح صحيح. نفس العمليه باش تكون كيف كيف، باش تدخل تعمل كوب، باش تجبد الكارت بنكير نتاعك، باش تحط فلوس وتخلط فلوس. واللي باهي في الموضوع هذه واللي شفاف اكثر انه كيف تعطي فلوسك تشوف فلوس كيف دخلت. يبدا فما مشاريع تعرف المشروع انت قبل الناس الكل، دونك اديرون سي تري امبورتون باش تكون اديرون. من غير واحد ما تعدي من برا من غير باش يشوف شنو فما الداخل شنو ما فماش. فوالا دونك انت اليوم تدفع 100 يورو تشوف 100 يورو نتاعك كيفاش دخلت. اليوم 100 يورو تشوفها وين باش تمشي. المشاريع باش تكون قدام الناس الكل، لي زابيل دوفر قدام الناس الكل، كل شيء شفاف، كل شيء على عين الناس. معناتها عباره واحد قاعد يطعم فيه كونت بنكير نتاعو سي تري سامبل. خي بيان. بالنسبة كما أنت كنت حكيت بالطبيعة أكثر حاجة بحكم الشريحة الكبيرة متاع جمهور النادي الإفريقي موجودة في تونس، وهذا عادي أو مفهوم. بالنسبة لتونس كيفاش باش تتم العملية بالضبط؟ كيفاش باش تدخلوا لتونس؟ أنت قلت عندكم بليزيور إيكيب ديجا تخدم على الحكاية، شكون اللي باش يترأس العملية؟ خاطر سي تري امبورتون تصور بالنسبة للبرشا توانسة اللي شكون باش يكون في تونس، خاطر ماك تعرف تونس هي البقعة اللي هي باش تكون حساسة أكثر. حتى وكان أنتم مثلا الموفما كما نقولوا لي فونداتور نتاعها موجودين في باريس ولا البرة، ديما تونس باش تكون نقطة سوا ديزون حيوية بحكم اللي هي تضم الشريحة الأكبر. أنا باش نخرج بيك شوية على الموضوع نتاع 10-15 سنين. الموفما سوسيوز لي فونداتور 30 فونداتور. انا نتصور جمهور الافريقي اباري انا وابار حميش وما يعرف حتى واحد، اربع خمسه من الناس باقيه ما هوش معروفين. انا حسب رايي، اذا انا رايي شخصي مانيش نحكي على المهم تو، انا رايي شخصي الاسامي راي ماهيش مهمه. انا جو بريفير التجديد ووجوه جديده وناس جدد، ومعناتها ما عندكمش فكره، ما عندكمش فكره العدد الهام والهام جدا نتاع لي زانجينيور تاع النخبة نتاع جمهور الكلوب اللي يعيشوا برا واللي يعيشوا في باريس. مثال نعطي اكزومبل، باريس خاطر نعيش في باريس. صحيح. ما كنتش نتخيل عندنا ناس سانسيغمون، ما كنتش نتخيل عندنا ناس مقام اخرى حاجة اخرى. ما نكذبش عليك، احنا ساعات كي نقعدوا مع ريونيو ساعات انا ما نفهم شيء، فما حاجة ساعات ما نفهمهمش. واضح. مش هذا الموضوع. نرجع نحكيه على تونس. أراو يزم العباد تفهم، أراو نفس الموفمنت سوسيو، أراو مش يكون فرمو سوسيو واحدة ليه باريس هي بدا في تونس. واضح؟ واضح. اللي بالحق فيه مشكلة هو احنا وعلى اساسنا مع الهيئة المديرة نتاعنا، كان احنا باش نكونوا في وسط القانون الاساسي تاع الهيئة المديرة فما بروسيدور باش تصير، كان مانيش في الهيئة المديرة فما بروسيدور أخرى باش تصير، سينو عندنا بلان آخر هذا ثالث معناتها نجمو نخدمو به. ديما نقعدو في الأمور القانونية والشفافة وكيف كيف، معناتها كيما فرنسا كيما تونس. واضح جوستومون. ديما مربوط بعلاقة، ديما مربوط موقف الهيئة المديرة وقرارها وشنو باش تقرر جستمون. زيدون انا كنت باش نسالك بالضبط على البوان هذيا، بويسكو نحن شفنا اللي فما برشا تفاعل معناتها من جمهور النادي الافريقي كونسيرنون الموفما سوسيوز. بالطبيعه فما اون ماجوريتي اللي مشات وكما نقولوا ثمنت الحركه هذيا وثمنت الوليد هذيا الجديد للنادي الافريقي، كما فما ناس اللي كانت معارضه ومشكت في ممكن في بعض الاسماء ولا قالت اللي ما فماش الحكايه ما هيش كلير برشا وما زالت برشا امور فلو كل شيء، وهذايا بطبيعه نفهموه بحكم اللي فما ديما اختلاف في الاراء. اما في خضم هذا الكل فما صمت كبير من الهيئه المديره اللي خلينا نتسائلوا علاش الصمت هذايا. انت كمحب لنادي الافريقي قبل ما تكون معناتها من مؤسسين نتاع الموفما سوسيوز، شنية الانطباع متاعك على الصمت هذايا وعلاش ما فماش تجاوب من الهيئة المديرة بالرغم اللي هذايا نجم يكون حل من الحلول للمشاكل الكثيرة اللي تعاني فيها تويك النادي الافريقي؟ شوف
يساعدني نجاوبك كعضو مع الزوز ولا كالمحب العادي الزوز كان فما بوسيبيليتي نجاوبك كعضو فيسوسيوس باهي احنا وتصورها من الخيال الكل نجاوبش ندخل في شويه ديتاي خلينا نشوف الجمهور كيف يعرفوا باهي التاش مثال التاش نتاع الاستدعاءات كانت موكله ليا انا مع التشاور مع الخيال بحكم انا عندي برشا علاقات في تونس ما نعرف برشا ناس شيء دونك تلقت المهمه ليا انا وزدنا وكلنا نفس المهمه هذه للناس عندنا اربعه ولا خمسه زاده معنا في الموضوع اللي عنده كونتاكت يكلموا عندها مثلا هابيس لهنا قاعد نحكي لك على قدماء لاعبين ولا 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 والمسؤولين قاعد نحكي لك على الصحافه بالنسبه للصحافه استدعيناهم كنت انا استدعيتهم بالنسبه للمسؤولين انا درت عليهم بالمسؤول بالمسؤول ان فما مسؤول يحب ياخذ حق الرد يقول مثلا عنيش نجم نعطيك اسامي واضح بالنسبه للاعبين استدعينا 6 أو 7 لاعبين فما 4 أو 5 من اللاعبين تعذر عليهم باش يجيو فما شكون فيزا ماخر ما صبش فما شكون لاسباب اسباب مهنيه فما ناس عندها ما تعمل دونك هذا لهنا دونك انا ما عنديش مشكله انا وقت اللي نستدعى انا وقت اللي اكزامبل نستدعى عامل عرس ونستدعى خالي وعمي والعرس ونسيبي ما يجيش خالي راهو مش معناتها باش نطرد نسيبي وعمي تتفق نستدعى الناس الكل وكيجيني انا مروان حموديه يوسف العلمي وراضي سليم ويجيني البي دي جي بتاع تشينيساس الياس المنكبي وجهه الحياه اي دونك انا ما هيش مشكلتي انا نستدعى الناس الكل اللي جاي مرحبا واللي ما جاش مرحبا زاد كيما مرحبا واضح ما عنديش مشكله انا من بعد التحويلات والكلام هذا ماهوش مشمولاتي انا هذه نقطه النقطه الثانيه في علاقتنا مع الهيئه المديره انا كيف وجهت الدعوه لعبد الحليم اليوسي مجدي الخليفي خليل محجوب وكمال بن خليل لان هما الاربعه كلمتهم انا اون بيرسون انا اون بيرسون كلمتهم الاربعه قالوا لي رئيس النادي باش يكون حاضر رئيس النادي في الاخر اعتذر لاسباب هو قال صحيح واضح هذا ما هو علاقتنا مع الهيئه المديره احنا كسوسيوس ما عندنا حتى مشكله مع حتى انسان المدير واضح انا نحكي انا والخيانه الكل ما عندنا حتى مشكله اليوم احنا مستغربين شويه ما نكذبش عليك حدث كيما سوسيوس مش نحكي انا مادامني نحكي في راديو باب جديد ما نحكي في دارنا تتفق في موزايك ولا في بلاصه اخرى بالضبط انا اليوم السوسيوس هذيا انا ولد كوره وكنت كوارج ونعرف برشا لي كوليس نتاع الكوره في تونس انا راهو بلغة الكوره من تسمى منعت في الزون المديره هذيا كعمل سوسيوس اكزاكتومون الناس اتجهت توا تحكي على السوسيوس ما عادش تحكي على ثمانيه نتاع مازن بيه واللي يفرني شكون باعو وحيدوسي وساس راكوس كون جابو وحيدوسي كيفاش جاي وكميه وين الفلوس وهيك هذوما الكل احنا خرجنا منهم دونك احنا اليوم انا هيكل معترف بيا من فرنسا هيكل معترف بيا من قنوات تاع تونس الكل من الاذاعه تاع تونس الكل من جرايد تاع تونس الكل صحيح والهيئه المديره اللي بها الفائده الباج اوفيسيال اللي فيها مليون عبد للاسف الى يومنا هذا ما كتبوا حتى كلمه اسوسيوز ما كتبوا حتى كلمة على السوسيوس نقطة استفهام كبيرة علاش شنو المانع شكون عطى تعليمات باش ما تكتبش نستناو ديما في جواب ديما يدينا محلولة للناس الكل ما نحبوش ندخلوا في منعرج في منعرج اللي 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 اللي, اللي يفرق ما يلمش احنا لوبجيكتيف كان باش يلم الناس الكل دونك دونك نقطة استفهام كبيرة وتعاون ننتظر إجابة واضح بوان اخرى حبينا نوضحوها كونسيرنون السؤال هذا بالنسبه لي انا يتسمى سؤال شخصي بحكم لي انا زادة من متوانسه للبرة دونك يهمني برشا انه نعرف انت حكيت على ابليكاسيون وكل شيء معناتها اسكو باش تكون فما منسقين جهويين خلينا نقولوا مثلا في تونس
وديزون في الولايات الاخرى مثلا كيما الجنوب تعرف انت جمهور الكلوب ريبارتي على كامل تراب الجمهوريه، والبره من تونس مثلا باش نقولوا منسقين عندكم منسق عام في قطر، منسق عام في السعوديه مثلا، في كندا، بحكم اللي البلايص هذوما فما فيهم برشا كلوبيستي تعرف اللي فما برشا ناس اللي بالحق يحبوا الكلوب وينجموا يعاونوا، سورتو اللي كي باش السوسيوز هي ديجا بيديا من برا وباش تخدم من برا. احنا فهمنا اللي لاكسي اي فاسيل سويفون اللي فما ابليكاسيون كل شيء واي واحد اي بو ساديري، اما اسكو فما باش يكون فما عمليه تنسيق عام معناتها من معناتها باش يكون فما منسقين عامين في كل بلاصه، والا باش تخليو الحكايه اللي هي معناتها سوسيوس في باريس وفما بطبيعه البارتي المهمه في تونس والعباد الاخرين اللي بو ساديري كما قلت بالطريقه السهله اللي فسرتها انت واللي باش توضحوها بعديك. خليني نحكي عن الناس اللي تعيش برا في الخليج باريزون. نعطي اكزومبل خليج قطر اللي عندنا معنا شكون فونداتور معنا منهم خذ عهد اكيد جدا مش نعملوا منسق يكون كورتيناتور ما بين باريس والخلايا الموجودين برا الكل، السعوديه، الامارات، قطر، كندا، امريكا، المانيا عندنا كورتيناتور نتاعها، ايطاليا، بلجيكيا، هذوما كل واحد يمكن مازلنا ما تفاهمناش من الارجح انه باش يكون الاختيار في بعضهم. معناتها انا اليوم نلم الكلوب السيري في السعوديه الكل نعملوا رينيو مع بعضنا، اختاروا فيكم ان كورديناتور يكون هو كورديناتور ما بيننا احنا ونسهلوا له العمليات الكل، يبدا هو تبدا الناس الكل على باج، اي حاجه جديده تبدا معروفه. والبليز امبورتون في هذا الكل انه السيت ان شاء الله الترونت يبدا حاضر، يكون السيت يبدا حاضر، السيت مخدوم معناتها حاجه عاليه برشا. بالله بالمناسبه نحب نشكر بير كيلاني بندرمان الناس الكل نعرفوه اللي كلمنا وعنده بورت بخوت كبيره برشا واعطانا امكانيات الكل بلاش فلوس وعاوننا في الخدمه واعطانا الامكانيات الكل باش نعاون. بارك الله فيه ويرحم والديه ويعطيه الصحه. واضح. نقطة هذا بالنسبة للخليج. واضح. بالنسبة لتونس كيف باش يكون عندنا كورديناتور في كل بلاصة وسيرتو الخلايا، مازلنا ما بديناش نحكيو مع الخلايا، حكينا أنا بيرسونيل حكيت مع خليج حمامات، في بالهم خليج حمامات، حكيت مع نخيات باش نبداو نحكيو مع الخلايا الكل. زيدون كنا نحكيو على أنكم اتجهتوا أنكم تكونتاكتيو خلايا الأحباء وماشيين في الطريقة ذي في تونس. بالنسبة لتونس عنا توفيق مع خلايا توفينا من باش نحكيو معاهم، حكينا مع خليج حمامات، حكينا مع خليج حمامات حتى وصل للموسمون، خيرنا ما نحكيوش مع الخلايا حتى ننكسو في تونس ونكسير. إن شاء الله بعد البرونت يحضر السيت وتبدا الكوارث لهنا، إن شاء الله باش نحلوا أفاقه بتاع تونس باش نحكيو مع الخلايا نتاعنا الكل موجودين في تونس. وباش يكون فما منسق اللي كيف يجمع عليه هذيك الخلايا اللي عند محل ثقه هو اللي يكون كوتيناتور معنا، وان شاء الله كل شيء يمشي بريكل معناتها المشاريع حاضره، كل شيء استراتيجي كامله محطوطه. هذا هو. نشكر برشا 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 الناس اللي ضحات اللي تعبت، بارك الله فيهم واحد. هذا هو دونك عندي. جوستمون انت حكيت على مشروع وحكيت على مشاريع بلوتو باش يصيروا ان شاء الله، اسكو فماش بوسيبيليتي انكم تعطيو معناتها لمحه للراي العام الكلوبيست تقريبا الفكره نتاعكم التوجه نتاع لي ديبونس معناتها نتاع والا الحاجات المداخيل نتاع السوسيوس وين باش يمشيو مبدئيا البريوريتي شنو باش تعطيوها. المداخيل نتاع السوسيوس هي سو فورم نتاع مشروع باش يشاركوا فيه مثل كل مطعم. المشروع حسب الدراسه وحسب الامكانيات على مشاريع حاضره حتى نقصد كان التصوير. ففي كل شيء عندنا عن البنية التحتية لا تركز كل شيء يجب يرجع عندنا بارك كما اللي كنا عايشين 2007 و2006 و2005
ان شاء الله. زيدون نشكرك برشا على التدخل نتاعك والتوضيح هذا اللي نتصور برشا من الراي العام مستنينه. نتمنى لكم التوفيق في المشروع نتاعكم اللي هو يتسمى مشروع للكليبيستي كله، مشروع للنادي الافريقي في حد ذاته، بالتوفيق والنجاح. وان شاء الله نستناكم كما قلت انت لو 30 جوان لونسمون تاع السيت نتاعكم، وان شاء الله باش نكونوا نحن زاد كراديو بيب جديد متابعين لاخباركم اول باول، وباش باش نشوفوا زاد الحاجات اللي باش تجيونا بهم لي نوفوتي ان شاء الله. واسبيرون معناتها اليد في اليد كلنا ننقذوا النادي الافريقي ونخرجوا به من النفق المظلم اللي تحط فيه من ناس الله غالب سولت لها انفسها انها تفسد الهيكل الكبير هذا اللي عمره 100 سنه. بركه لو فيك كلمه اخيره قبل ما نجي على عندك وتخالك عندك عمك عندك خوك يعيش برا في دولة بالتنسيق تعلموا تكلموا في حاخر تفاجوا في الشيء اللي تعلموا ما تنسيق موجودة تدخلوا تعمل الفكري عندك ملاحظة تبعثهم بالنسبة لدون كتير كتير احكيوا عن الناس عرفوا شوية بالتنسيق وبإذن الله أنا جايين من اسمعتين عليكم. نشكرك زيدون، مرسي بوكو وبارك الله فيك على الاستضافة هذه وشكرا. الله يخليك، عايشك من زينة.